حذر صندوق النقد الدولي من أن تحول اتجاهات الاستثمار وتفتت التجارة قد يؤديان إلى خسائر طويلة الأجل في عالم منقسم إلى كتلتين تتمحوران حول الولايات المتحدة والصين. المزيد نتابعه في التقرير التالي. حرب باردة جديدة يتجه إليها العالم في تهديد باحتمال إبادة التجارة الحرة وسط تحول اتجاهات الاستثمار، ما قد يؤدي إلى خسائر طويلة الأجل في عالم منقسم إلى كتلتين تتمحوران حول الولايات المتحدة والصين. صندوق النقد الدولي أشار إلى أن خطوط الصدى بدأت تظهر مع تزايد التجزئة الجيواقتصادية، رغم عدم وجود علامات على تراجع واسع النطاق عن العولمة، ما اضطره إلى التحذير من أن أي انحدار إلى مثل هذه الظروف يمكن أن يؤدي إلى إبادة المكاسب من التجارة المفتوحة. وحث صندوق النقد على تبني نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد والمؤسسات التي تدعمه، ففي نهاية المطاف من مصلحة صناع السياسات والجميع الدعوة بقوة لذلك. على جانب آخر، حذر صندوق النقد من أن درجة الترابط الاقتصادي بين الدول أصبحت الآن أعلى مما كانت عليه في الماضي، حيث تمثل التجارة العالمية حالياً نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة ب 24% خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي منذ عام 1946 إلى عام 1989. ويواصل العالم مشاهدة الصين التي لم تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في ظل حرب تجارية مستمرة منذ عام 2018، وهي تخضع لرسوم جمركية أمريكية تعيق حركة تجارتها في وقت لم تعد فيه الصين وجهة بارزة للاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة. في الوقت ذاته تفوقت المكسيك على الصين كأكبر مصدر للسلع إلى الولايات المتحدة خلال العام الجاري، لكن عديدا من الشركات المصنعة التي تفتتح مصانع في المكسيك هي شركات صينية وتستهدف السوق الأمريكية في محاولة للتعامل بصورة غير مباشرة.